وفاة الفنان السوري محمود صفا وزوجته في حادث سير مروع، وصديقه المقرب يكشف ما حصل. فوجع الوسط الفني السوري بوفاة الفنان السوري محمود صفا وزوجته نتيجة تعرضه لحادث سير مروع، وأعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان السوري محمود صفا وزوجته من خلال منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك. ونشرت النقابة على حسابها صورة للراحل وعلقت عليها بالقول: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان محمود صفا، إنا لله وإنا إليه راجعون. مرقوا الحصادين. ولم تكشف نقابة الفنانين السوريين عن سبب الوفاة، إلا أن سامر محمد أحد أقارب الراحل كشف السبب فكتب: انتقل إلى رحمته تعالى الفنان محمود صفا شقيق زوجتي وزوجته نواظر إسماعيل إثر حادث سير أليم، للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء. وأشار سومر في منشوره إلى أن الدفن تم في مقبرة حمام واصل ظهر اليوم 23 من أيلول سبتمبر. ونعى حسين صالح زميله محمود بمنشور على فيسبوك وكتب: الفنان الكبير محمود صفا وزوجته في ذمة الله إثر حادث أليم، لروحيكما الرحمة والسلام والصبر والسلوان لذويكما رحمكما الله، تعازينا الحارة لأقاربهما. الجفا والأجر وأفادت تقارير إخبارية أن الثنائي تعرض لحادث مروع نتج عنه إصابتهما ولم يتمكنا من النجاة، وتركا خلفهما إرثا كبيرا من الحزن والألم للمحبين. يشار إلى أن الفنان محمود صفا اشتهر في مجالي التمثيل والإخراج، وشارك في مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز أعماله مسلسل باب الحارة ومسلسل ليالي الصالحية ومسلسل الزير سالم والخربة.